السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الجزء الثالث والأخير من مقارنتنا لكي أكسيد ستروين سي 4 وأخيرا البيجو 2008. طيب النهاردة في الجزء ده أو في الجزئية دي تحديدا من المقارنة هنتكلم على منظومة الحركة في كل من العربيات الثلاثة. منظومة الحركة بتشمل المحرك ونقل الحركة، بالإضافة كمان لمنظومة التعليق أو نظام التعليق في الثلاث عربيات اللي هو السسبنشن سيستم. وخلونا نبتدي كده سريعا بالمحرك الموجود في كل عربية، وبعد كده هنتكلم على القوة الحصانية والعزم اللي بينتج عن منظومة الحركة دي في كل عربية. مبدئيا نبتدي بالكيا إكسيد، واللي بنتكلم في المحرك هنا بسعة 1.5 لتر او 1500 سي سي بتكنولوجيا جي دي اي. جي دي اي هو المحرك المستخدم من عربيات هيونداي مع السمارت ستريم، طبعا اسم المحرك. المحرك ده 1500 سي، متوصل على شاحن تربو، متوصل على نقل حركه اوتوماتيكي من 7 سرعات دي سي تي او دول كلتش، بيجي جاف، وهو هو نفس نقل الحركه اللي موجود في التوسان. طيب مش هنتكلم عن القوة الحصانية دلوقتي، خلونا نتنقل برضو للمحرك الموجود في السي 4. محرك السي 4 محرك بسعة 1.2 لتر او 1200 سي سي تيربو، متوصل على نقل حركة 8 سرعات، بيجي من شركة ايسن اليابانية، بيجي شيفت باي واير. نفس المحرك ال 1200 سي سي تيربو اللي قدامنا دلوقتي ده هو اللي موجود في البيجو ال 2008، اللي هو المحرك البيور تيك، وهو نفس المحرك برضو اللي موجود في الاوبل كورسا ال 1200 سي سي البيور تيك المستخدم من قبل مجموعة بيجو، اللي هي من ضمنها كمان على فكرة ستروين. يعني هما اصلا شركة واحدة، اوبل ستروين وبيجو اللي هما مجموعة اتلانتس. طيب المنظومة دي او المحرك ده 1200 سي سي بيجي 3 سلندر بالمناسبة، يعني هنا 3 سلندر هنا 3 سلندر، 1200 سي سي تربو 1200 سي سي تربو. هنا عندنا نقل الحركة 8 سرعات من شركة ايسن اليابانية بشيفت باي واير تكنولوجي، شيفت باي واير. هنا عندنا نقل الحركة من 6 سرعات اعتيادي تقليدي، ما فيش فيه اي افكار او حاجة تلخبط. طيب القوة الحصانية للعربيات الثلاثة كالاتي، مبدئيا 160 حصان بيطلعهم منظومة القوة اللي موجودة هنا، و 253 نيوتن متر عند 1500 لفة. اما هنا منظومة القوة الموجودة في ستروين السي 4 بتطلع، مع انها نفس المنظومة اللي موجودة في البيجو 2008 زي ما اتفقنا، الا انها بتطلع قوة حصانية 155 حصان، وبتطلع عزم 240 نيوتن متر عند 1750 لفة. وطبعا نيجي هنا عند البيجو 2008 واللي بيطلع نفس المنظومة، طبعا زي ما قلنا منظومة الحركة الموجودة في السي 4، ولكن المحرك هنا بيطلع قوة حصانية بتوصل ل 130 حصان، يعني اقل بحوالي 20 او 25 حصان. بيطلع هنا 130 حصان وبتطلع عزم 230 نيوتن متر، فطبعا برضو اقل بحوالي 10 نيوتن متر من ستروين السي 4. السؤال بقى، هل نقل الحركة بيلعب دور في اختلاف قوة الحصانية والعزم ما بين السي 4 وال 2008 نظرا لان المحرك هو هو نفس المحرك؟ هو ممكن نقول ان نقل الحركة بيلعب دور، ولكن مش دور اساسي. الاساسي في الموضوع هو تيونينج اللي اتعمل على المحرك اللي موجود هنا. المحرك ده معمول عليه ابجريد او تيونينج او تعديل بمعنى اصح، علشان يجيب اخره زي ما بنقول. فده اخر المحرك البيور تيك 1200 سي سي التربو اللي هو 155 حصان الموجود هنا في السي 4. وبالمناسبه هو نفس المحرك اللي موجود برده في السي 3 زي ما قلت لكم، وهو نفس المحرك اللي موجود في الاوبل كورسا. طيب ده كده سريعا ما يتعلق بمنظومه الحركه في الثلاث عربيات بالقوه الحصانيه بتاعتهم والعزم. تعالوا بقى نتنقل على موضوع السسبنشن سيستم. السسبنشن سيستم في الثلاث عربيات، الامامي بيجي ماكفيرسون، الخلفي بيجي مالتي لينك في 2008 مالتي لينك في الكيا اكسيد، لكن في الساتروين السي 4 بتعتمد على سسبنشن سيستم مختلف شويه في الـ في الـ في الـ في الديناميك بتاعته، بيبقى اسمه هيدروليك سسبنشن سيستم، وهو مش بيجي ادابتيف على عكس عربيات تانية بتيجي ادابتيف بيبقى سعرها اغلى شويه، لكن هنا بيبقى مش ادابتيف، ولكن بيبقى عباره عن تو كويل جوه كويل واحد، يعني هو كويل خارجي وكمان كويل داخلي جوه، فبيديك اقصى امتصاص ممكن للصدمات واقصى امتصاص ممكن للخبطات او الهبدات اللي بتبقى موجوده في الطريق. فهو سسبنشن سيستم طري وسلس في التعامل بتاعه جدا. لسه ما جربناش العربيه عشان نحكم عليها بشكل كامل او كلي، ولكن ده على عهده ستروين، شركه ستروين، وعلى عهده البورشو
المشهور بتاع شركه ستروين اللي بيتكلموا فيه على الهيدروليك كاجن الموجود فيه او الهيدرونيك سسبنشن سيستم اللي بيسموه هيدروليك كاجن موجود هنا في سي 4. ده كده سريعا ما يتعلق برضو بالسسبنشن سيستم الموجود في ثلاث عربيات. وبكده نكون وصلنا لنهايه المقارنه بتاعتنا بشكل كامل. عندنا جزئين اللي فاتوا اتكلمنا فيهم، الجزء الاولاني عن التجهيزات الخارجيه والابعاد الخاصه بالثلاث عربيات، والجزء الثاني اتكلمنا فيه عن الانتيرير بتاع العربيه، الكنبه الخلفيه والكونسول الامامي، واخيرا الجزء الثالث اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي المتعلق بمنظومات القوه والسسبنشن سيستم في ثلاث عربيات. ما تنسوش تتفرجوا على الجزئين اللي فاتوا، هتلاقوهم موجودين على قناتنا على اليوتيوب مجله عالم السيارات. بشكركم جدا ونشوفكم ان شاء الله في ريفيو جديد ومقارنه جديده وعربيات جديده ان شاء الله. انتظروا مقارنه قويه جدا برضو قريب ان شاء الله، هتكون ما بين الجي 7 والام جي 6 ان شاء الله. المقارنه دي كان ناس كتير طلبتها مني، ان شاء الله تبقى موجوده معانا في اقرب فرصه، هي على الجدول خلاص يعني بعد دي على طول ان شاء الله نبدا نصورها. برضو كان في مقارنه ثانيه وعدتكم بيها، هي الجوك، هنتكلم برضو عنها ان شاء الله. الجوك هتنزل في مقارنه مهمه جدا مع الاكسيد ومع ال 2008. مع السلامه.